السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنا في ولاية الجزائر بوروبا. هنا كما راكم تشوفوا فيا أنا في جبانة. ربي يرحم موتى المسلمين ويرحمنا احنا أيضا في يوم الحساب. المشكل اللي راهو هنايا كاين واحد راهو مزاحم الآخر، ما على بالناش شكون. أسك الميت اللي راهو مزاحم الحي، ولا الحي اللي راهو مزاحم الميت؟ الحاجة اللي على بالي بها كو هنا كاين مشكل عويص. خلونا حين تفهموا تشوفوا الاستوار وتفهموا المقصود، وين راني حايب الروح، وين راني حايب نوصل. احنا رانا هنا عندنا 31 سنة. 31 سنة وانتم هنا؟ نعم صح، 31 سنة. كاين ناس زادت، ناس ماتت، ناس رحلت، كم مصاص فيه؟ انتم ما قاستكم شرحنا. الوعود الكاذبة انه في رؤساء البلدية تاع بوروبا الوجوه تغيرت، اما الفكرة ما تغيرتش. هما الفكرة انه الا وهي انه شغل عن قريب فيها خير، قريب نرحلكم. الوعود كذبة، وان كان نرحلوا عدة رحلات في مثلا في عهد هذا الرئيس البلدية، مثلا في عهد رئيس البلدية هذا اللي حاليا هذا تاع بلدية بوروبا، انه جازوا عدة رحلات في وقته. ونزيد لك اسم ابعد من ذلك، عنده زوج عهدات معناتها 10 سنوات وجازوا عدة رحلات، وعندي الاوراق وعندي أدلة. يعني انتوما ما قاستكمش؟ ما قاستناش بالوعود الكاذبة. هذه الكلمة كان نعطينا الكذب اللي تشبه للصح. صح. شحال راكم عائلة هنا تخدم هنا؟ شحال راكم اونتو كاع؟ اونتو 23 فامي هنايا. 23 فامي هنا. باش ما اخي المشاهد انا راهي داخل ومن بعد نوري لكم اي حاجه واحده اخرى. انا كي تعاودوا الدور من هنايا راهي سي ما سي سي اوتر شوز. واش تقدر توصف لي بكلمه واحده معيشتك انت والميت؟ المعيشه انا وميت. عند انا راني جسوي ماري. بابا كي جابنا هنايا جابنا جروب، جاب ولادو حتى ولا بولاد ولادو، وهو والناس اللي معاه الله يرحمهم برحمه الله حب يقول جابوهم من الجبانه للجبانه. وانا عندي وليدي، انا راني نشتكي على المشكل تاع كيما كان يشتكي بابا على المشكل تاع الساكن، راح دوك انا نشكي على المشكل، واني مانيش حاب وليدي يشكي على المشكل اللي شكيت انا على كيما كان يشكي بابا. يعني المشكل هذايا مش جدود؟ هذا راهو جدريا بالعروق الكذب. اعطونا الكذب اللي يتشبه للصح. انت طونك هضرت والبلاصه هذه راهي تحت السلطه تاع المير اللي رانا نحكوا عليه، ايبا من حقنا ومن حقه ندو حق الرد. حق الرد يعني نروحوا ليه ونسقسوه تو سامبلومون على البلاصه هذه ما ترحلتش وانت راك في زوج عهدات. عندي حاير واش راح يجاوبك. معليش والله غراني حاير واش راح يجاوبك. خلينا نحيروا خلينا نشوفوا. ايه معليش دوكا ندخلوا، دوماج ما كاش كيفاش على الباب. خلينا ندخلوا ندخل وشوفوا. ندخل خويا وسامحني تسمى. معليش معليش راكم موالف. انا موالف خلاص. انا موالف الكاميرا. اسمح لي معليش معليش. اخي الكريم هادي اللي راكم تشوفوا فيها هنا، ايبا هاد الورقه اخي الكريم واش تحكي؟ الورقة هذه تقول السلطات العليا مدت مهام وأمانة للسلطات المحلية أنه جميع هادو اللي خرجوهم، بس احنا وقع فيها الطرد وقع احنا أبناء الحي، ما جيناش من جهة واحدة أخرى، قاع أبناء الحي تاع بوروبا مدوا الأمانة للسلطات المحلية، قاع عطولهم 20 متر أبري سيموا يرحلوا. إما لم السيموا هادية تحولت إلى 31 سنة. الناس هادوما جاو يقعدوا هنا مرحلة مؤقتة، مدة تاعها تاع 6 ابري عاودوا يروحوا. مي راهي من راهي مش حال من 91 تحولت ولات الى 31 سنة. صافي من 6 الى 31 سنة. من 6 حتى ل 31 سنة. هنا رانا وصلنا عند المير تاع بوروبا. يعني هذا هو الانسان اللي المسؤول الاول في القطاع هنايا في البلديه. ماشي غلط تاعنا الوليد دالي ديليه الحراش ولد الجزائر. صح.
يعني هنا تبدا. هنا نبدا ونشوف صح. اين هو الاشكال. هناك راح تشوفه وراح تطرح له اسئله وعنده حق الرد ويريبوندي. اه من حقه هذا، انا اثرته من حقه يرد. اي على ربي. سيد مولود سيد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلديه بوروبا، نشكرك على الاستضافه. الله يحفظك. إبا الحاجه اللي جابتنا لعندكم هنا هي الانشغالات تاع المواطن هو به بالناس اللي راهم ساكنين معاهم. راهم يهضروا على ان سلوغون اللي يحكوا عليه اللي يقول راسي وراس الميت. الناس هذوما راهم 91 جوسكا ماتنو وهما ساكنين داخل جبانه، وهما راسهم وراس الميت. اخي المواطن دونك رانا جينا عند المير، وانت راني نشوفك بكوارتك، ماذا بيا اللي انت لك راح تبوزي لي كيسيون للمير، كيما نقولوا ليطمئن قلبك، فهمني؟ يعني انت الكونسيرني ومن حقك راك مواطن جزائري بوزي له لا كيسيون وهو يرد لك، باش تكون عارف اكزاكتومون المشكل المحنه هذه تاع 30 عام كيفاش راهي وكيفاش جازت وين رايحه تروح. اوجه هذه الاسئله للسيد الرئيس بلديه بوروبا مولود سيد، انه احنا عندنا وثائق رسميه تثبت بما يسمح به القانون. السلطات العليا مدت مهام وامانه للسلطات المحليه انهم يديروا لهم لوتيران فيها 20 متر، وبعد هذا البنيان هذا مده 6 شهور تحولت الى 31 سنه، وهذا راك تشوف هذا السيد الرئيس هاي لك الوثيقه. المطلب تاعنا اين هو الاشكال؟ احنا حابين نرحلوا وجازوا عدة رحلات في عهدك، عن رغم اللي احنا على بالنا باللي انت عندك زوج عهدات، كل عهدة في 5 سنوات، وجازوا عدة رحلات وفيها حتى اللي رحلوا شحال كما نقولوا في عهدك برك، انا شايفينها تاع 2018 رحلوا صحاب سبيناردو، ودو هذه تاع الخرانيه هذه راهم رحلوا تاع صحاب بن بولعيد وحراره ولا ماش اسمهم، وان كان بناء فوضوي وحنا اللي عندنا وثائق رسميه ما رحلناش. حنا نطالبوا، قلنا ما قلتلكش هادو الناس علاش طرح رحلني قبلهم ولا هما قبلي، على الاقل دخلنا معاهم. اين هو الاشكال؟ كاينه حاجه حاصله. السؤال للناس اللي تنتبهدل حتى مع المواطنين، مع اللي يتضامنوا معنا سواء من مواطن او من الدوله، ولا يقولوا كيفاش هادو ما حبش يرحلكم، وان زعما سمعوا بنا كاع عبر الوطن وخارج الوطن سمعوا بنا ما حبش يرحلكم. انا بقيت شغل حير، انا شغل السؤال راح نسالك وكيفاش راح يكون الجواب سيدي. مهم بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حاجة الأولى نرحبوا بالسيد مستر أبي، نرحبوا بالسيد غانا عبد اللطيف. بون باش المشاهد الكريم يكون عنده صورة على الوضعية اللي راهم عايشين فيها 12 عائلة اللي كانت آنذاك، أنه العائلة هذو في سنة 91 كانوا مطرودين، وفي الوقت هذاك منا فقت لي ذاك الآخر عطاو لهم رخصة مؤقتة لمدة 6 أشهر، وعطوا لهم مكان هنا خلف السوق البلدي مقابل المقبره تاع البلديه، على اساس انه 6 أشهر ويرحلوهم. بون دامت المده، دوكا راهم تقريبا 30 سنه وما راهم عايشين تما، معناتها الطفل اللي زال تما دوكا راه في 30 سنه راهم جدود. انا واحد كرئيس بلديه عندي عهدتين كما قال السيد عبد اللطيف غنانا، انا واحد نضم صوتي لصوتهم، لازم يرحلوا عليه، باسكو هذو الناس عانوا لمده 30 سنه، كاين الناس توفات، اهالي تاعهم توفوا. دوك هو طرح سؤال ومن حقه انه يقول الناس رحلت في بلديه بوروبو وحنا ما شفتوش فينا منها، من حقه. بصح انا كرئيس بلديه في العهده ديالي رحلنا تقريبا 1800 عائله في بلديه بوروبا، واني فرحان بالشيء هذايا. انا جميع واحد يرحل في بلديه بوروبا هو كيما قلت راح فتح عليها ربي، وانا راه نحيت المشكل تاع الجماعه هذوما. كل مره سواء في الوسائل المرئيه والمسموعه في البهجه في التلفزيون دائما نقول بلي فوالا الناس هذو رانا نضربوا عليهم باش يرحلوا، ماشي باسكو راهم يعاني وباسكو مام البيدون في واحد اخر يعاني، باسكو المشكل تاعهمنا مع ليكستونسيون تاع لي فامي وين كبروا والزوج والاخر، ليكستونسيون تاعهم ولات داخل المقبره، ولا تشوه المنظر تاع المقبر، معناتها هذو الناس من الضيق تاعهم عاودوا كسروا سور ودخلوا لداخل، الله غالب عليهم يحلي لهم منا، ينوض مسكين مخلوع. دائما نطالبوا باش يرحلهم، ونزيد نضم صوتي ونزيد
من هذا المنبر نقول لولي دالجي ونقول الناس اللي راهم حاكمين رجموا على مستوى ولايه الجزائر ما راهمش بزاف، راهم تقريبا حاليا واحد 20 عائله ماذا بنا كما قلت يرحلوهم في اقرب وقت. هذه من جهه لانهم راهم ضرارين وراهم يشوهوا المنظر تاع المقبره، ومن جهه ثانيه كاين مارشي كومينر السوق البلدي اللي راهم ساكنين وراءه تقريبا 15 سنه هو راه حابس، لانه قنوات الصرف الصحي تاع 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 البيدونفيل تاعهم راه يصب داخل الجهه السفليه تاع السوق البلدي. البلديه راهي كيما قلت مضراره باسكو كاين ايطاش كومبلي تاع السوق البلدي اللي راه حابس، باسكو لازم يرحلوا باش نعاودوا نخدموا قنوات الصرف الصحي هذيك، نعاودوا نخدموا السوق البلدي ونعاودوا نفتحوه باسكو يدخل مداخل البلديه. وثاني الناس اللي كانوا مستفادين في محلات تما مساكن راهم اون شوماج طوندون 15 عام. حق الرد تاعك راه يقول باللي انا صح عندي الحق نهضر واش كنت تقول انت ونتساءل ونبقى نحير، ومن بعد دوكا راك ديكلايت باللي صح الا زعما انا ماذا بيا كيعطوني انا كوطا تاع بوروبه نرحل انايا 400 ماذا بيا من 400 اكثر من تاع 12 واحد و13 وحتى نلمد كوطا تاع 100. بصح انا راني واش راني نقول انا ما يجينيونيش انا هذوك اللي طاح لهم 400، اين هو الاشكال باش تدخلني معاهم؟ ما قلتلكش انا رحلني قبلهم ولا موراهم، انا ماذا بيا دخلني معاهم. هذه اللي واش حابين تدخلني معاهم؟ انا ما نحسد حتى واحد اللي يروح من بوروبه، انا اللي راح من بول اللي عطاو له براكه ماشي زعما قال زعما مديت له زعما تدرت فيه مزيه ولا هو شغل ولا يشتكي لك. انا لحد الان نقول لك مانيش نشتكي لك وما مانيش حابك تشوفني شغل نغيظك، ولكن انا نقول لك انا شغل نعاون فيك باش تعاوننا. كي نعاونك باش تعاوننا انك كي تجيك كوطا، الكوطا اللي كي تجيك كوطا يا شيخ لازم تدخلنا معاهم، مانيش نطفل الامر فيك، ولكن انا عطيت لك انا شغل كيما يقولوا عطيت لك انا البطوله الانسانيه اللي باش ديرها البلديه بوروبه. احنا رانا نشوفوا فيك من قبل كي جيتنا يا خويا انسان طيب، بعد دوختني شغل مانيش عارف مانيش نقول عليك ماكش طيب، ولكن شغل بقيت حاير 31 سنه دوك اي كلمه تقولها لي شغل نقدر ما ناكسبتيهاش يا شيخ. بون باش نجاوبك سي عبد اللطيف، ومنا انه عمليه الترحيل ومنا كاين كوميسيون دو ولايه هي اللي تحدد المواقع اللي يرحلوا. حنا كرئيس بلديه منا حنا نطالب ورانا نطالب انا مباشره ولي ولايه الجزائر اللي عندنا كل حسن الظن فيه باسكو عاون بلديه بوروبه مؤخرا وين رحلوا لنا ترواسيت في ضربه واحده تقريبا 200 عائله. رانا نقول بلي هذوما ستان كا سبيسيال بريميرمون راهم شادين المقبر، راهم مشوهين المنظر تاع المقبر. ثانيا باسكو راهم شادين مارشي كومينال تاعنا وين راه حابس مده 15 سنه، هذه الثانيه. وثالثا ما راهمش عائلات كبار، كاين 12 عائله بالاكستنسيون تاعهم هنا كاين 20 عائله، معناتها في اي رحله نقدروا نروحلهم مع فاسيلمون. انا نقول لك بلي فوالا رئيس بلديه ماشي هو اللي يحدد المواقع اللي ترحل، رئيس بلديه طالب السلطات انه كاين الرحله في سوا بن بولعيد ولا فيدار ولا كاليتوس اكسيتيرا، من بعد كاين كوميسيون دي ولايه يتحدد المواقع على حسب عدد السكنات اللي رحلوا. انا نقولوا بلي يا والي ولايه الجزائر انا نضم صوتي للصوت الناس هذوما، وعلاه قلت لك لثلاث اسباب، راهم مشوهين المقبره، راهم شادين مارشي كومينال اللي راح يدخل مداخل البلديه، وثالثا ما راهمش فيه بزاف. بارك الله فيك.